هذا كنعتبروه ديربي مغاربي بين خوتنا الجزائر وحنا مغاربه، وكنتمنى الرجاء البيضاوي تحتفظ باللقب ديالها لان هي اللي اخر لقب هي اللي داتو، وكنتمنى التوفيق لفريق الرجاء وفريق الوداد هادو كيمثلوا المغرب، وكنتمنى برضه التوفيق للفريق الجزائري بالوزداد، لكن في هذا الماتش اكيد غادي نشجعوا الرجاء وان شاء الله كنتمنوا التوفيق. هي صراحه صعيبه ملي كتدخل انك انت حامل لقب تيكون عليك ضغوطات، يعني تيكون عليك ضغوطات انك تحتفظ باللقب ديالك فتيكون صعيب، لكن الرجاء يعني بدلات المدرب وكاينين اللعابه يلاه جاوا جداد باقي ما تاقلموش مع الفريق، لكن احنا عندنا ثقه في الرجاء يعني ديما كتمثلنا في خارج المغرب احسن تمثيل، وعندنا الثقه في الرجاء ان شاء الله تمشي لابعد نقطه لما لا يكون نهائي بين الوداد والرجاء ان شاء الله. انا كنوجه الرساله يعني يحطوا رجليهم في تيران انهم يتقاتلوا معنا، وكنتمنوا التوفيق للرجاء وان شاء الله الرجاء تحتفظ باللقب ديالها ان شاء الله. بطبيعة الحال الرجاء فريق كبير وفريق عالمي وحتى فريق بلوزداد حتى هو ما نساوش حتى هو فريق زوين، نتمنوا تكون مقابلة زوينة إن شاء الله، ونتمنوا الفريق ديالنا الفوز إن شاء الله. بطبيعة الحال الرجاء كتبقى عنده ديما حظوظ، الرجاء فريق كبير ما كيستسلمش، كتبقى عنده حظوظ ديالو كما عند الفرق الأخرى، ونتمنوا يكون خير إن شاء الله. بطبيعة الحال عنده إمكانيات وبالروح القتالية إن شاء الله وبالجمهور إن شاء الله، بطبيعة الحال حنا ديما عندنا ثقة في فرقتنا هذه، إن شاء الله يكون الرباح. شكرا. إن شاء الله نتمنوا الفوز لفريق الرجاء العالمي ان شاء الله، ويفوز ان شاء الله، والنهايه ان شاء الله باذن الله النهايه اكيد ان شاء الله بعد تغيير المدرب والنجاح الكبير هذا ان شاء الله غيشرفونا هنا ان شاء الله. 95% ان شاء الله من المجموعه هذه طالعين الاولى ان شاء الله، واليوم الفوز ان شاء الله 3-1 ان شاء الله. حتى الرجاء رجاء عالميه ما هو فريق سهل، الرجاء فريق عالمي ومعروف في العالم كله ان شاء الله، واكيد اليوم الفوز 3-1 ان شاء الله باذن الله.